أهلا بكم من جديد السيدات والسادة، وصلنا مع حضرتكم إلى هذه الفقرة الحوارية الرئيسة في الشارع الجنوب في ليلة الأربعاء. عندما نتحدث عن أكتوبر دائما عندما نلتقي الذين يعني كانت لهم إسهامات بالغة في هذه الحرب من خلال شهود العيان والذين شاركوا وجادوا بأرواحهم وجادوا بكل ما يملكون من أجل أن تكون مصر دولة قوية مستقرة تتمتع فعلا بالنظام والاستقرار والأمن، ده جانب دائما نلتقي هؤلاء الناس. هناك جوانب أخرى عندما نتحدث عن هذه الملحمة الوطنية، مش بالضرورة أن تكون الناس قد عاشت هذه المرحلة وعاصرت هذه المرحلة، لكن هناك متابعات لأصداء انتصارات أكتوبر. أكتوبر هو ملحمة وطنية، أكتوبر سيظل عالقا في العقلية والذهنية المصرية ما دامت الحياة، وبالتالي الحديث عن هذه الملحمة الوطنية سيكون هذه المرة برؤية مغايرة بشكل مختلف. ربما نتحدث عن الجبهة ولكن عن الجبهة العلمية، نتحدث عن القتال ولكن عن القتال الوطني وعن التحرير والعبور من خلال التنمية، نتحدث عن هذه الملحمة برؤية معاصرة مختلفة. ضيفي في هذه الفقرة هو الدكتور الروبي جمعة، والحاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري. دكتور منورنا وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني عندما بوصفك قانونيا، عندما يعني ترصد لنا هذه الملحمة الوطنية ومساهمة هذه الملحمة الوطنية في تشكيل الوعي المصري والوجدان المصري، كيف رصدته؟ طبعا يعني تحتل حرب أكتوبر طبعا موقعها المتميز في الضمير المصري، هي تتويج لمرحلة كفاح استمرت يمكن مش من 67 لكن استمرت من 48. يمكن احنا خدنا ثلاث حروب قبل حرب أكتوبر، يعني 48 و56 ثم 67. نعم. وبعد 67 كان طبعا الجميع يعتقد بأن يعني أصبحت مصر ألقت الراية البيضاء أو رفعت الراية البيضاء وألقت السلاح بعد الضربة الموجعة التي لم يكن أحسن المتفائلين يعتقد أن للجبهة المصرية والمقاومة المصرية والضمير المصري أن يستيقظ خلال سنوات عديدة في بضع سنين، يعني من 67 ل73 حوالي 6 سنين أو 7 سنوات، كانت مصر خاضت خلالها أيضا حرب استنزاف شهد لها القاسي والداني. وبالتالي هذه الحرب تمثل يعني في الضمير المصري لها قيمة سامية، وخاصة وإنك يعني يمكن هذه الحرب تختلف، هي حرب كلاسيكية كالحروب الكلاسيكية ولكنها تختلف عن الحروب الكلاسيكية. يعني تختلف عن الحروب يعني اللي كانت نهايتها في 45 الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن كان فيها أيضا استخدام التكنولوجيا والعلم والمعلوماتية وعلى أعلى مستوى، وأثبت الإنسان المصري أنه يستطيع بالفعل أنه يقهر المستحيل بالمعنى الحقيقي والحرفي. نعم. إزالة خط بارليف، الاقتحام، الناحية العلمية، المعلوماتية اللي كانت حول المعركة، حتى الناحية القانونية التي أديرت حول المعركة كانت أيضا ملحمة أخرى لا تقل أيضا عن ملحمة القتال. نعم. يعني عايز أتكلم برضو عن القانون. هو القانون كان تتمة لهذه المعركة، ولكن يمكن هنا بيتكلم عن القانون الدولي بشكل أكبر. يعني بعد ما أخذنا هذه التجربة التحريرية انتقلنا إلى مسألة التفاوض فيما يتعلق بطابة، وبالتالي كان رجال القانون لهم الدور الأكبر والأبرز، بالإضافة طبعا إلى الجغرافيين والتاريخيين ويعني والدبلوماسيين، قائمة طويلة. يعني صحيح طبعا، يعني انت بتتكلم عن نضال قانوني كان من الطراز الرفيع امام محكمه العدل الدوليه. نعم. واستطاع ايضا المفاوض المصري
يعني لن ننسى دكتور نبيل العربي بشكل خاص يعني طبعًا رحمة الله عليه يعني طبعًا القائمة طويلة دكتور مفيد شهاب القائمة طويلة طبعًا يعني وكان يعني خلاصة الفكر القانوني المصري صحيح كان هو الرائد وأنا بعتقد أيضا القيادة السياسية سملت على هذه الخطوة واعتبرت أن هذه معركة أخرى وأن انتصارا آخر أيضا للدبلوماسية المصرية وللفكر المصري الذي أثبت على يعني للأمم جمعاء أن أيضا العقلية المصرية لا تقل أيضا عن الكفاءة القتالية في أي ميدان ممكن يعني تخوض مصر. نعم. وده التحدي الحقيقي يعني خاصة أنت بتتكلم النهاردة عن جسم غريب قد زرع في هذه المنطقة بقصد يعني ربما هذا المبعوث الغريب للشيطان الذي غرس أزافره في منطقة الشرق الأوسط صحيح. ما جاء إلا بخراب يحل على هذه المنطقة. نعم. فهو ليس كالغزو الذي درسناه في التاريخ ليس كالصليبيين وليس كالمغول والتتار وليس كالهجمات التي عانت منها المنطقة. هذا يعني احتلال غريب جاء بإيديولوجية خاصة إيديولوجية يقال أنها وراءها فكر ماسوني عالمي وأن هذا الفكر لابد أن يواجه بفكر وأن هذه الدولة دولة توسعية طبعا. يعني هي لم تأتي لكي تعيش في سلام بل جاءت لتنزع السلام على المنطقة. نعم. وربما يكون يعني الوعي وعي الضمير المصري ديني. وعي الضمير المصري يعني احنا النهارده خدنا ايضا معركه ثقافيه على اعلى مستوى. هذه المعركه الثقافيه يعني تميط اللسام عن العبقريه المصريه التي تتكلم عليها جمال حمدان في عبقريه الزمان والمكان. نعم. لما النهارده لم يقبل المواطن المصري ولا الثقافة المصرية ولا الفكر المصري مسألة التطبيع أصلا. نعم. ابتداء وكانت المسألة على المستوى السياسي فقط والتعامل وفقا لاتفاقية السلام. نعم. لكن هل تم التطبيع على مستوى يعني احنا انا اتذكر ان احنا حضرنا مؤتمر ادباء الاقاليم وكان وزير الثقافة فاروق حسني وكانت توصيات المؤتمر أيضا يعني بتؤكد على الثوابت المصرية أن احنا لم ننسى ولن ننسى أننا بصدد ربما ذلك العدو العقائدي التاريخي. على فكرة هذه التوصية كانت في المؤتمر حتى الأخير طبعا يعني طبعا يعني المؤتمر يعني هذه من الثوابت هذه من الثوابت واحنا بنؤكد عليها في كل مؤتمر. نعم. وانا بعتقد يعني ان ده بيوضح لك بصورة واضحة ان لا احنا مدركين احنا لم نكن مغيبين عن الميدان ولو لحظة واحدة وان ال يعني يمكن غزة ولبنان وكلام زي كده نكأت الجراح ما زالت تنزف لان احنا دفعنا ثمن ايضا قبلهم غاليا واحنا يمكن في 73 يعني كان مصر وسوريا في ذات الوقت اعلنوا قرار الحرب ثم تدخلت العراق وتدخلت بعض الدول العربية بمداد والجزائر والسودان وكان ايضا في تعاون على مستوى حتى المواد البترولية وما الى ذلك. الموقف العربي الصامد استطاع أن يرضع الأطماع الماسونية في المنطقة بالتوسع الشيطاني لهذا الشيطان الموجود في المنطقة يعني لتفتيتها واستطعنا أن احنا نحجم والأول مرة يمكن يتوقف يعني إطلاق النار وتلتزم إسرائيل بتوقف إطلاق النار في يوم 24 أكتوبر يعني هو يوم 18 صدر قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لم ترتدع إسرائيل وقبلها يوم 12 أكتوبر أيضا يعني لم تتوقف إسرائيل وكان ذلك بدعم غربي ودعم أمريكي مباشر. نعم. وهم كانوا عايزين الجيش الثاني وهم دخلوا السويس وعملوا الثغرة المشهورة ثغرة درفسوار وإلى أن ألزمتهم الدول العربية ومواقف الدول العربية مع مصر ساعتها أن يلتزموا بوقف إطلاق لأن أوروبا أظلمت حقيقة ومقدرتنا احنا لو علمنا مدى قوتنا لاستطعنا ان نزيح ذلك الكابوس الجاسم على انفاس الامة العربية والذي لا يضمر خيرا لهذه الامة ابدا طبعا. وانه ما زال هذا الورم السرطاني في جسد الخريطة العربية فلن تبرأ من دائها العضال لابد ان يكون ذلك هو منشطه العنوان الرئيسي وحتى
لما ما بنيجي مثلا في الحروب التي حدثت إسرائيل هي حروب عدوان، وسواء كان باحتلال سيناء أو في 67 والجولان ثم غزة والقطاع وشرق القدس، وشرق القدس المناطق دي كلها وسبقه العدوان الثلاثي والضفة طبعا وسبقه العدوان الثلاثي، الكلام ده كله، كل هذه الحروب حروب عدوانية. الوثيقة الأمم المتحدة ضمنت للدولة المعتدى عليها حق الدفاع عن النفس، نعم، وحتى يعني هذه الوثيقة أيضا يعني كل المبادئ التي نصت في هذه الوثيقة هي مقتبسة من القرآن الكريم ومن القريحة الإسلامية السليمة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبالتالي من هذه العقيدة يعني احنا موقفنا القانوني الدولي شرعي، ولكن اين المنظمات الدولية؟ هل ما زالت شرعية المنظمات الدولية هي قائمة؟ وانهار الدم التي تروي وديان غزة ولبنان واثارة القروح في جسد الوطن العربي الذي يصرق ويتألم، هل الشرعية الدولية يعني انا عايز قائمة؟ اتوقف عند هل ما زالت الناس تعول على المنظمات الدولية؟ هاخد الإجابة من حضرتك بعد هذا الفاصل، لكن دعونا نستكمل هذا الحوار فيما يتعلق بمسألة عايز أسأل على مسألة المنظمات الدولية. كنت حضرتك طرحت فكرة المنظمات الدولية، وربما هناك بعض يعني الدول التي تعول عليها، أتصور أن يعني شرعية هذه الأنظمة في مهب الريح. تقوضت طبعا، يعني لم تنشأ يعني منظمة الأمم المتحدة إلا للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والمحافظة على سلامة أعضائها من الاعتداء يعني دولة أخرى. ما بالنا ونحن نشاهد بأم أعيننا والعالم يشاهد، العالم الحر كله يشاهد، يعني مش هي مش نظرة فقط عربية ولا نظرة إسلامية، ولكن هي مأساة عالمية طبعا، تكاد تكون تراجيديا لم تحدث في العصر الحديث. حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت حروب ما بين دول، وكانت الإصابات داخل المدنيين ربما كانت يعني غير ممنهجة، أما الآن فأصبح استهداف المدنيين وحرقهم أحياء ودفنهم تحت الأنقاض شيء تندى له البشرية، الضمير الإنساني ضد هذا التغول، هذا العدوان السافر، هذه الهمجية التي لم يعرف لها الإنسان الحديث مثيل أو نموذج نقدر نقول عليه حدث هذا من قبل. حتى لما نتكلم عن التاريخ ونقول أن هناك تتار أو مغول أو ما إلى ذلك، لك أن تعلم أن القبيلة الذهبية التي نشرت الإسلام في أوروبا ويمكن في شرق آسيا وإلى ما وصلنا للصين كانت هي القبيلة الذهبية اللي هي أصلا مكونة من التتار والمغول اللي غزوا المسلمين. نعم. يعني أنت النهاردة بتكلم يعني أنت منطقة سرية لديك تراث، لديك هذا التراث وهذه العقيدة، لم يمر عليك محتل وغازي إلا أنت انقلب السحر على الساحر واحتل، وبدل أن يكون هو من قام بالاحتلال قمت باحتلاله فكريا وتغيير الأيديولوجية، إلا ذلك الشيطان الرابط في المنطقة، هذا جاء بأيديولوجية الشيطان نفسه، هذا بالمنفستو اللائحة. الأمم المتحدة تخفض رأسها وتطأطئ رأسها أمام صرخات الأطفال الذين يذبحون ويسلقون ويحرقون على مرأة وشاشات العالم. أين المنظمة الدولية؟ هل ما زالت الشرعية قائمة؟ لا يمكن أن تكون هناك شرعية، لا يمكن مع هذا القتل والذبح والتنكيل الذي يشهد له يعني العالم كله أو يشاهده العالم كله مباشرة، ده لا يمكن أن تكون هناك شرعية دولية. يعني ربما هناك بعض الدولية وما يعني ربما هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تحسب لغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحالي، يعني حتى لما عقد مؤتمرا صحفيا جاء إلى مصر وعقد هذا المؤتمر قبالة معبر رفح، يعني لم يتعدى أو يتخطى حتى الناحية التانية، ومع ذلك يحاصر، خلي بالك يعني حتى في قراراته هو دائما محاصر. هو يستطيع يعني هو أنا النهاردة بتكلم على جريمة ليست جريمة ضد غزة أو ضد أطفال غزة أو ضد المدنيين في لبنان أو ما إلى ذلك، ولكن أنا بتكلم على جريمة سونسايد، إبادة جماعية.
أصلا يعني لم تشرع المنظمة الدولية ولم تنشأ ولم يكن سبب يعني الوظائف التي تغدق على أعضائها والأموال التي تغدق على أعضائها إلا لكي تقف حجر عصر أمام الفكر الإبادة الجمعية أصلا. إذا اتسع الخرق على الرادق. طبعا طبعا. طيب. سقطت هذه الورقة، ورقة التوت سقطت. نعم. أصبح يعني تواري سوءتها أمام العالم، ولكن سوءتها مكشوفة لا شك، لا شك. ده لكل رأي وذي عينين. طيب، عايز أنتقل لحاجة تانية دكتور الروبي. هناك بعض المهن التي يكون بينها وبين الأدب تماس، على رأسها طبعا فن المحاماة أو القانون بصورته. صحيح. صحيح. الأشمل. صحيح. والطب. صحيح. يعني دائما نرى أن هناك مزوجة ما بين القانونيين أو ما بين القانون والأدب. في تقديرك إيه سر هذا التماس؟ يعني هو أصلا الارتباط الوجداني أصلا بقضية يعني عندنا قضية قانوني مصير. كبير مثلا. كان توفيق الحكيم. صحيح. يعني خير دليل. يعني لا يمكن فصل الأديب أو اللي هو يعني هو معايش واللي بيئته عن الواقع. أنت النهاردة بتكلم عن خليل حاوي لما حصل في 81 إن إسرائيل دخلت لبنان، أنه حزنا انتحر، الشاعر الكبير، الشاعر اللبناني الكبير. النهاردة لما أمل دنقلي يقول يعني مرسيته الأخيرة لا تصالح، أترى حين أفقع عينيك ثم عين الغريب كعين أخيك جوهرتين، هل ترى هي أشياء لا تشترى. نعم. مسألة يعني لا يمكن الأديب أو الشاعر أو المحامي في 67 اللي أبنودي لما عد النهار. طبعا عد النهار طبعا، والليل اللي هو بيتخفى وراء ظهر الشجر. الشجر. علشان نتوه في السكة إلى آخره. أنت النهارده بتتكلم عن من سطروا أيضا سنة، سواء كان عن طريق التنبؤ بالقصائد الشعرية. مطر، المجموعة اللي تنبأت قبل 67 من الهزيمة. أيضا الكعكة الحجرية التي كتبت أيضا وكانت هي يكاد يكون إنجيل الهزيمة أو النبوءة اللي حصلت. الكلام ده كله لابد أن يصغي الضمير الجمعي لذلك النداء الذي يصدر من الوعي واللاوعي، سواء من خلال الأدباء أو الشعراء أو المفكرين. نعم. أنا النهاردة لما أتكلم عن يعني منهجية جمال حمدان في كتابه عبقرية مصر زمن المكان، أنا أقول لماذا لا يكون ذلك ممنهج أو يعني يدرس. ألا تتفق معي أن ربما عبقرية المكان أصبحت عبئا على مصر في هذا التوقيت؟ لم تكن في أي يعني في ظل الحدود المشتعلة والملتهبة. لا، مكانة مصر وقيمتها كدولة محورية في المنطقة يعني ولها دورها الذي لا يمكن أن يغفل. طبعا. تمام. هذه أيضا من مميزات المكان. نعم. عبقرية ذلك المكان والتاريخ أيضا، مصر مثقلة بالتاريخ. احنا كمان يعني كمان جئنا من ذلك الضرب العميق مثقلين بالتاريخ، ولكن واجهنا صبحا ثقيل أمام ذلك العدوان السافر على يعني على قارعة الطريق، ثم لا نستطيع له أو نستطيع فعل شيء تحت مسمى أننا لابد أن يكون لدينا صبرا استراتيجيا إلى آخر المدى، وتسقط بغداد ويسقط معها حجر الموت، ثم تسقط دمشق، ثم يسقط مع حجر الموت، ثم تسقط بيروت، ثم يسقط مع حجر الموت. نعم. ثم تسقط فلسطين والقدس، وثم أتصور أن ده هو اللي بيخلي النهاردة مصر وهذه قوة ووجود مؤسسة لها تاريخ الرائد كالمؤسسة العسكرية. طبعا طبعا. يعني هذا فخر. والله يمكن يدهشني أن كل المراقبين الذين كانوا بيعتبروا أن حجام مصر قد يكون نوعا من التقصير في حق القضية العربية، إلا أن الجيش الوحيد الذي خلص من هذه المؤامرة التي حيكت بليل. نعم. والجيش المصري، وده انتصار عظيم
وهذا انتصار عظيم لو يعني لكل يعني من يعقل هذه الجزئية الهامة، أن وسط هذه المؤامرة سقطت كل الجيوش، لم يبقى غير الجيش المصري، وربما بقي الجيش المصري بذكاء وقريحة وفطرة المصري الذي يحمل ذلك التاريخ. نعم. وعبقرية الزمان والمكان. صحيح. وبعتبر أني زي ما كان يقول الشيخ أحمد ياسين، أنه لا توجد حرب دون مصر، ولا يوجد انتصار دون مصر، وأن التاريخ يقول لنا أن الصليبيين هزموا في مصر. نعم. وأن التتار والمغول هزموا في مصر. نعم. وأن التاريخ كله يشهد بذلك، ليس ممالأة للمصرية أو للجين المصري، ولكنه هو التاريخ الذي صحيح. لا يكذب. صحيح. أنا بقول أن أيضا مصر ستكون منطلقا أيضا لتحرر آخر، وسيكون يعني ذلك العلو الأخير منهاه تحت أقدام المصريين، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعم. فذلك هو الوعد والميعاد. وعندما قيل بأن يعني خير أجناد الأرض إذا دخلتم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. نعم. لم يكن ذلك القول من قبيل الهوى، فوما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم، ولكن يعلم أنهم في رباط إلى يوم القيامة، وأن يعني نصرة الأمة العربية والإسلامية ستنطلق من قلب القاهرة، ولن يعني يخفق التاريخ هذه المرة، ولن يخذلنا التاريخ هذه المرة، ولكن لابد أن نوجه كلمة حقيقية للمنظمات الدولية. إن كان هناك قطرة من حياة أو من يعني من دم تجري في عروقهم، فعليهم أن يستقيلوا من هذه المنظمات ويعلنوا انفضادها، لأنها أصبح وجودها عبئا على الضمير الإنساني. والنهارده لما يجي الأمين العام للأمم المتحدة مجرد أن يلوح بالحق الفلسطيني في الدفاع عن النفس، تنتهبه وسائل الإعلام الغربية واللوبي الغربي والأمريكي والصهيوني بقصد إسكاته. نعم. وتهديده على مستوى حياته الشخصية أيضا، وتهديد المحكمة الدولية الجنائية الدولية أيضا في أشخاصها وأفراد أسرتها، وإرغامهم على السكوت. كل هذه الجرائم يعني يجب أن تتنحى تلك المنظمات وتعلن أنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق السلم والأمن الدوليان لأعضائها، وأنها أخفقت أمام ذلك الغول الجديد الذي نشأ منعدم الإنسانية وخارج الإطار البشري. ومسألة يعني قد تكون مسألة متعلقة أيضا بالميعاد ونهاية العالم. هؤلاء جاءوا لكي يتم الفصل الأخير من هذه الحياة على الأرض، وهذا الفصل الأخير لن يتم إلا بالقضاء على آخر وجود لهذه الضغمة الفاسدة التي يعني أفسدت في الأرض أيما فساد. دكتور، يعني لو تبعنا أن التحرير أو أن العبور ما زال مستمرا في مصر الآن في مجالات متعددة على مستوى التنمية المختلفة في قطاعات يعني عرضية وطولية، تؤكد بالفعل على أن هذه الملحمة ما زالت مستمرة في طريقها حتى الآن. طبعا يعني احنا النهاردة دائما أصلا اللي هو السند والظهر لأي جيش. نعم. وأي مقاومة مجتمع قوي صحي قادر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا. صحيح. صحيح. بدون ذلك المجتمع مش هيكون في جبهة أصلا. لابد أن يكون، أنا بتذكر العز بن عبد السلام لما جيش الجيوش للقدس وبيبرس. نعم. قال لهم إذا كان إحنا هنأخذ من الناس فلابد أن نبدأ من الأمراء، وأخذ الأمراء، وثم عندما انتهى إليهم قال الآن أستطيع أن أوجه خطابي للعامة، أقول له أنت ساهم في
وكان والانتصار يعني المعركة التي حدثت في يعني ربما يعني المعركة الوحيدة في التاريخ التي أبيد فيها التتار والمغول تماما، لم ينجو أحد. ولك أن تتخيل أن الرسالة التي أرسلوها إلى مصر كانت مليئة بالتكبر والعجرفة، أنهم يعني يدعونهم أن يسلموا وإلا سيلقون مصير من إيه من سبقهم. نعم. من سبقهم مين؟ ده كان المغولي يجد 20 من المسلمين في بغداد أو رجال يقول لهم انتظروا سأتي بالسيف من المنزل ليقتلكم، ينتظروه ويقتلهم بالفعل. قمة الرعب والخوف، وصل اعتقادهم أن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج في الموروث الديني. نعم. وكانوا يسلمون، كانوا يسلمون لهم دون حروب، وكان يدخل المدينة يحرقوها، يقتلوا وينتهكوا ويغتصبوا ويسلبوا الأموال والأنفس. يعني ما فعلوه يعني في بغداد ده يعني طبعا يعني يكفي دليل الخلافة على الخلافة يعني سقط في بغداد أيما سقوط. احنا النهاردة وجاء عند مصر، وكانت مصر ساعتها لسه طلع يدوبك من الشدة المستنصرية، يعني ما كانتش مصر ساعتها فتية ولا قوية، لا كانت يدوبك طالعة من الشدة المستنصرية وابتدت تلملم شتات نفسها. فمصر قادرة يعني زي طائر العنقاء قادر أن يعني يخرج رأسه وأجنحته من الرماد ثم ينتصب من جديد، طائر الأسطوري حقيقة. أنا بعتقد، أنا مؤمن بهذه الحقيقة ومتيم بها وليس لدي أي شك، وصدري منشرح تماما مهما ما يحدث من عربدة في المنطقة، فسيأتي اليوم للرد على ورد. خلي بالك هذا رد مشروع إنسانيا وقانونيا ويعني دينيا، وأنت آسم إن لم تدافع عن نفسك قانونا ودينيا، والضمير الإنساني يحتم عليك الدفاع عن النفس، لأنه دي مسألة لا شك فيها. نعم. أنا النهاردة بقول إن الدفاع عن النفس هو أولى أو هو من الأشياء الطبيعية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى بها. يعني ده في الأولويات فقه الواجب إنك أنت لازم تدافع عن نفسك. طبعًا. مش عايز كلام يعني. طبعًا. لا تستسلم. نعم. حتى لو توجوك بتاج الإمارة. نعم. فكل المتاجر زيف وزعترة مستعارة. الله. طيب على ذكر الأدب، هل حضرتك تناولت هذه المواضيع مثلا في دراسة طبعًا الأدبية؟ طبعا يعني أنا كتبت عن حرب أكتوبر دراسة كاملة، يعني وجدتك سيناء قلبي شازية وعيناي مفتونة بالقتال، فماذا بعينيك غير الرمال وتلك الوجوه التي لخصت عمرها واستراحت. كان مسرحية بالكامل. يا سلام. ويعني الجند المصري اللي هو ترجمت العرض مسرحي ولا ترجمت العرض مسرحي. والله في يعني في التسعينات. وجئتك سيناء قلبي شظية وعيناي مفتونة بالقتال. هي مسرحية شعرية؟ فماذا كان مسرحية شعرية. فماذا بعينيك غير الرمال وتلك الوجوه التي لخصت عمرها واستراحت. الله الله الله. احنا خلي بالك يعني كشعب مؤمنين بالقصه دي ومستريحين. نعم. فيها وهي. نعم. وهي ايضا يعني الصهيونيه العالميه تعلم ذلك، وتعلم ان سقوط العقيده المصريه ربما يكون سقوطا للقوى المقاومه. نعم نعم. دكتور يعني ولن يحدث يعني ان شاء الله باذن الله لن يحدث يعني باذن الله ان شاء الله ستظل يعني بلادنا ان شاء الله والمنطقه قويه وفتيه باذن الله في وجه كل معتدي. اللهم امين. يعني حتى احنا دائما يمكن بيبقى عندنا حتى حرص على مساله ان في المراحل التعليميه المختلفه كنا بندرس دايما لاولادنا نقول له الاستعمار، طبعا هي الاستعمار عشان همزه وصل الاستعمار، وهذا خطأ قاتل. الاستعمار هو عكسه الاستخراب، يعني إذا ما يفعله المحتل وكأنه يعمر هذه المناطق، وهذا تعبير للأسف يعني هذا خطأ شائع تم تداوله، لكن هو طبعا التعبير الدقيق هو الاحتلال وهو ليس استعمارا على الإطلاق. طيب لو اتكلمنا دكتور يعني عن مسألة القانون بشكل خاص، ما هو دور القانون في الدفاع عن
ربما أو ما يفعل في ضد هذه البلدان من تجاوزات؟ يعني جرب أرفيقيا لما أقامت الدعوة يعني ضد المحكمة الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الإبادة الجماعية، نعم، وحرضت، ومن خلال يعني أنا بعتقد صحيفة الاتهام والأدلة التي قدمت فيها كانت يعني من أروع ما يكون أيضا على الفكر القانوني، نعم. وقدمت جنوب أفريقيا التي هي كانت أيضا رفيقة الدرب، يعني ناضلت كثيرا لكي تتحصل على الحرية أيضا مع نيلسون مانديلا يعني وما إلى ذلك، يعني فهي تشعر أيضا بالعبودية وتعرف معنى الاحتلال وما تعرف معنى العنصرية وما تعرف معنى الإبادة الجماعية، كل هذه المفردات يعني عانتها وعركتها كما يقول الأدباء يعني، نعم. وأصبحت تنفر منها وتكره وتكفر وخبرتها طبعا. فلما أقيمت هذه الدعوة التي دخلت في دهاليز المفاوضات زي ما يقولوا المساومات الدولية على أعلى مستوى، كل المراقبين القانونيين وكل الفقهاء القانونيين، فقهاء القانون الدستوري وفقهاء القانون الدولي، سمنوا ذلك تلك الخطوة الرائدة اللي يمكن أول مرة تقام ضد إسرائيل دعوة إبادة جماعية في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون لذلك تبعاته القانونية حتى لو استطاعوا أن يوئدوا ولو مؤقتا صوت المحكمة الجنائية الدولية. فسيف القانون ربما لا يقل أيضا عن المدفع أو عن الطائرة أو عن، لأنه بيعري هذا الكيان من الشرعية. يعني أنا مجرد ما يعني أقيمت هذه الدعوة سقطت الشرعية الدولية، حتى أصبح قادة الاحتلال الإسرائيلي يقشون السفر خارج إسرائيل، خارج تل أبيب، لأن هناك ملاحقات دولية في العواصم الأوروبية أو العواصم الغربية أو حتى في أنحاء العالم ضد وجودهم. نعم. فأنا يعني بعتقد أن هذه الخطوة لا تقل أبدا عن النضال في الميدان. نعم. واستطاع من خلالها يمكن، وهو سلاح القانون طبعا طبعا عايز كلام بكل بساطة، نعم، أن القانون ينتصف للمظلوم من الظالم. نعم. إن صارت المحكمة الجنائية الدولية على منهجها الصحيح وقارعت الحجة بالحجة والدليل بالدليل ووقفت أمام الأدلة المتساندة التي قدمتها المذكرة القانونية، قدمتها جنوب أفريقيا ممثلة في خلاصة فكرها القانوني، وانضمت إليها الكثير من دول العالم، ما يجعلنا نلتمس ولو قليلا من قطرات الغفران لهذه المنظمة التي نكست على عقبيها أمام الجرائم المتتالية لهذا الكيان الغاصب. فأنا أسمن هذه المسألة. والمسألة كمان الأخطر والترتب على هذه الخطوة القانونية المعتبرة، أني مسألة الإبادة الجماعية التي أصبح يدمغ بها قادة الكيان لها تأثير ربما يكون غير يعني غير منظور لنا الآن أو غير محسوس لنا الآن في هذا التوقيت، لكن سيكون هذا له دور عظيم في مسألة التعويضات للأسر المجني عليهم والمضارين من هذه المعركة الدروس التي يعني أكلت اللحوم والشحوم والعظام ولم تترك شيئا وشهد العالم. فأنا أيضا بعتقد أن سيكون هناك دعاوي تعويض أمام المنظمة الدولية سواء على الكيان الغاصب أو على الدول المعضدة له زي أمريكا، وعندهم هناك محاكم يعني تستطيع أيضا أن تصدر هذه الدعوة، نعم، وتعوض. عايز أختتم معك هذا الحوار يعني جزء من المسرحية الشعرية التي كانت عن أكتوبر، بما أننا نتحدث عن أكتوبر والله القانون. لها أمد بعيد، فأنا يمكن ربما لا أتذكر منها غير هذا النص. يعني راحت هي إلى دبيب القبر تغوي، تمتطي صبرا وقافلة التمني، في جدود البيد تهوي، وزماني راعني منه التجني، غار من كسر المنايا فادعى بالزود عني راقصا بالزهوي، في فرح الطفولة فوق أنقاضي وهدمي، ورفاتا كان رسمي زهرة جفت وما باتت تغني، وما دريت إذ أن صمت الأقحوان ورقصة الزهاد غنت في الجمان، فبكى الحمام وما بكيت. الله الله الله.
دكتور أروبي جمعة الحاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري والأديب والقانوني المعروف. أنا بشكرك، نورتنا وأسعدتنا. أنا سعيد، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السيدات والسادة، في ختام هذا اللقاء تقدم لحضرتكم بخلص التحية والتقدير على حسن المتابعة. أشكر زملائي الفريق التقني والهندسي وزملائي بغرفة الكنترول، لهم مني كل التحية والتقدير. أشكر الزميل عطاء القاضي الذي عد هذه الليلة ليلة الأربعاء في شارع الجنوب، والشكر موصول للزميل مصطفى بسطاوي مدير التصوير والإخراج، للزميل المخرج خالد فرح. وهذه تحياتي خالد سيد النوبي، من أصول لكم الحب كله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.